السلام عليكم. راح بلش شرح الرسم المومنت والشير للفريم. طبعا اول شيء راح نشرح الفريم افقي بعدين لما ال او ما مع انترنال هنج وهكذا. اول شغله بحكي لي هذا السؤال: درو ذا شير اند مومنت ديجرام لكل ممبر للاي بي والبي سي. الاي والسي رولر رولر الاي رولر سي بن. لما كنا نرسم البيم نرسم بيم نحكي مد خط من كل لود عمودي، من كل لود مستطيل، هكذا كل مد خط هيك، خط بداية اللود المستطيل، نهاية اللود المستطيل، الهاي وهاي. نحكي هاي الشير ونحكي هاي المومنت. هسه احنا على أي أساس مدينا الخطوط؟ مدينا الخطوط بطريقة عمودية على المنبر، المنبر عندي هيك فالخطوط هيك، المنبر عندي هيك، المنبر عندي هيك فالخطوط هيك. المنبر عندي هيك الخطوط بدها تكون هيك، دائما عمودية على المنبر. طب كيف تفهم أكثر؟ تكون موازية للشير. كيف يعني موازية للشير؟ أنا هذا البيم لما أقطعه بنتج عندي شير، صح؟ فالخطوط باتجاه الشير. هذا لو أقطعه بلاقي الشير عندي هيك مثلا أو هيك، فكيف بكون اتجاه الخطوط هيك؟ هذا لو أقطعه بكون النورمال هيك، بكون نورمال هيك والشير هيك، فبالتالي اتجاه الخطوط هيك. تمام. فعندي هذا السؤال بيقول لي اوجد المومنت والشير. فانا عندي بكل بساطه رياكشن هون، رياكشن هون، رياكشن هون. الرياكشن الافقي بده يكون 2، الرياكشن العمودي بدي احكي سيجما مومنت عند السي بتساوي 0. طب عندي 1.5 في 10 15 بتطلع معي 7.5، بتطلع معي 7.5. تمام. أوجدت الرياكشن طريقة المومنت، يعني مجموع المومنت عند السي بتساوي 0 وحكيت 7.5 في 10 تساوي 1.5 في 10 في 5 وهكذا. دقيقة، لا مش راح يكون 7.5، 7.5 ولا بلا، راح يكون لا لا، خليني أحسبه. بده يكون عندي هون R، زي ما رسمتهم قبل شوي. مجموع المومنت عند السي بتساوي 0، في عندي 2 في 6، بعدين زائد 1.5 في 10 في 5، بعدين ناقص R A Y في 10 تساوي 0، فبتطلع معي R A Y بتساوي 2 ضرب 6 زائد 1.5 ضرب 10 ضرب 5 ناقص 10 X تساوي 0، بتطلع معي 8.7. ف R C Y قديش تكون؟ 15 ناقص 8.7 تطلع معي 6.3. هيك أنا وجدت قيم الرياكشن. شو بعمل هسه؟ بعمل كالتالي: برسم كل منبر لحاله، يعني برسم الأفقي هيك وبرسم العمودي هيك. بحكي إنه في عندي هون الرياكشن اللي هون اللي طلعته 8.7، وبحكي انه عندي هون رياكشن هذا هيك وهذا الرياكشن هيك وهذا قيمته 6.3 وعندي هذا قيمته 2، في عندي هون 2.6.6، في عندي هون لود مستطيل زي هيك مقداره 10.5 والأسهم 2. شو اللي بصير عندي هسه؟ برسم عادي خطوط، خط هون، خط هون، برسم خطوط، خط هون، هسه شو اللي بصير عندي؟ هسه أنا هون قاطع، قاطع، قاطع هون، يعني فعليا عندي شير، عندي مومنت، عندي نورمال، عندي هون نورمال، بعدين في عندي شير، في عندي تمام، عندي زي هيك. بقدر اجد قيم الشير والنورمال من المدخل، خليهم
بعمل هزمة خط مستقيم للشير، خط مستقيم للمومنت الفي، المومنت ده ارجع ارسم بوزيتيف فوق ونيجاتيف واحد. شو بدي احكي هسه؟ شير يلا اطلع 8.7 زين، المستطيل 1.5 × 10 بده ينزلني 15، بيطلع عندي سالب 6.3 ملي على هذا الخط 6.3. شيء طلعني لفوق اقول لك لا، الشير بس هيك بوقف سالب 6.3. ليش ما في شيء يوقفني؟ بوجود قيمة ال V هاي طلع معي 6.3، يعني 6.3 لفوق يعني للصفر، يعني صفر. المهم مش 6.3، 8.7، عشان هيك خليها هيك، خليها هيك. تصير هون 8.7 تطلع هون، خليها عشان هيك انت لا توجد الفي، خليها زي هيك. المومنت، المومنت عندي هي اكس، عندي هاي 10 ناقص اكس. يلا اكس على 8.7 بتساوي 10 ناقص اكس على 6.3. طلع معي 5.8 إكس. فبالتالي مساحة هذا المثلث موجبة، هذا مساحته سالبة. شكل التقعر، عندي الشير بوزيتيف فالتقعر، فالمومنت بوزيتيف، الشير بتناقص فالمومنت بتناقص. كيف يعني هيك؟ بعدين شير، شير نيجاتيف فالمو سلوب نيجاتيف، مومنت والشير بتزايد فبتزايد، يعني بيكون هذا زايد هيك. هاي القيمة عبارة عن نص 5.8 ضرب 8.7 25.23. القيمة هون زيرو؟ لا أنا كملتها بس هي مش زيرو، أحكي بعدين. ناقص هي 10 ناقص إكس ضرب نص ضرب 6.3 تطلع معي 12. هون هيك المومنت ما بصفر، ليش ما بصفر؟ انا لما اقطع هون عندي نورمال وشير مومنت، ما عنديش نورمال وشير مومنت بكون زيرو، لو كان انترنال هنج هون فاجباري الشير والمومنت بيطلعوا صفار، بس هو اصلا ما طلع صفار. نيجي لهون هسه في عندي شير، في عندي مومنت، انا عادي برسم ما زي هيك او بقلب الورقه. تخيل حالك قلبت الورقه، كيف يعني تقلب الورقه؟ يعني تخيل حالك رسمت هيك 2.6.3، تخيل حالك قلبت الورقة هون عاد عندي شير في خلل بالقلب، قلبتها بالعكس. تخيل حالك قلبت الورقة وعادي بس مد خطوط، مد خطوط، في عندي 2 مثلا وبكمل 2 بتصفر، فالشير هون بصير هيك زيرو، هون زيرو شير بس. والمومنت بنفس الطريقة، نروح نشوف على الكتاب إذا حله صح ولا غلط. هو 444 مانيوال. أربعة أربعة وأربعين، الشير هون 8.7 6.3. كيف رسم المومنت ديجرام؟ شير ديجرام، شير ديجرام 8.7 طلع هيك، هي طلع سالب 6.3، وقف ما صفره، صفر. شو عمل؟ هاي 5.8 8.7 نفس ما طلعت من قيم الإكس. هيو مومنت 25.2 تلاحظ ما صفر، يظل على 12، يظل على 12. الحال صح بالمية، مش 50%، 100%. جهة الشير اللي هون عملت دي انا 2 هيك، مش عارف ليش كنت حاطه هيك، انا اصلا من اول ما وجدت 2 هيك، انا هاي طلع من بر هيك عليه 2
على الرياكشن العمودي. بعدين عندي هاي النقطة بي، يعني هاي النقطة بي وهاي النقطة سي، زي كأني قلبته. فايش عندي الشير؟ الشير ما طلع اثنين، زي كأني قلبت الشكل، بس ما بديش تقلب الشكل، انا بفضل ان ترسم عليها هاي الاثنين، طلع اثنين، بعدين بصف تعطون سالب اثنين، سالب اثنين صفر. شوف المومنت، المومنت بنفس الطريقة. ايش الشير هون؟ في هاي المومنت قصدي، الشير مومنت، المومنت هون زيرو، كان في عندي سالب اثنين في المسافة ستة سالب اثناش، فين ايش هذا الصفر؟ فبطل لي المومنت زيرو. هاي القيمة كم؟ سالب اثناش، سالب اثنين، معي سالب اثناش، حلي صح ولا لا؟ لك اه، ليش عرفت انه صح؟ بس انا قلبته صح. يكون عند البن او الرولر حط زيرو، هي زيرو هون سالب 12، تاكد اذا حلي صح ولا لا. لاحظ بالدالية الافقيه معي المومنت 12، هون هون معي سالب 12، لازم لما اجمع المومنت اللي هون والمومنت اللي هون يطلع معي صفر، يطلع معي صفر، سالب 12 زيرو. بس هاي هي الفريم، الفريم الفكره لما ما يكونش هون الهند راح يكون في قيم للمومنت، اجمعهم مع بعض بدهم يطلعوا صار. نيجي لهذا مائل، مائل ما يكون عندي مائل، يكون عندي مائل عادي توجد الرياكشن. كيف توجد الرياكشن؟ هسه بحكي لي انه كلهم بن، يعني هاي ايه، خلينا نرسمها بالاسود، هاي اي اكس، هاي اي واي، هاي سي واي، وهاي سي اكس، تمام تمام. والبي انترنال هنج، فشو بعمل انا؟ بفصل، بفصل باخذ جزء افقي جزء مائل. ففي عندي هاي وهاي، هاي عادي رياكشن عادي، ولا في احسن منه في لود مثلا. باثنين باثنين 15، شو بعمل هسه؟ انه عندي رياكشنات كثير، شو بعمل؟ ببلش بالجزء الافقي لانه سهل، لانه ديترمنت، هم الاثنين ديترمنت عليهم اربع رياكشن، بمسك كل واحد لحال، بمسك السهل. كيف يعني؟ المومنت هون باخذ هذا الشكل لحاله، المومنت هون طلع قيمه اي واي، تمام، بعدين سيجما في واي بطلع قيمة هذا الرياكشن، طلعت هذا الرياكشن وهذا الرياكشن، شو بصير عندي؟ لو اخذ المومنت هون بطلع قيمة الرياكشن اللي هون، فصار معي هذا الرياكشن وهذا الرياكشن، فبالتالي صار معي هذا الرياكشن وهذا الرياكشن، بعدين لو حكيت سيجما اوف واي بطلع الرياكشن هذا، وسيجما اوف اكس بطلع الرياكشن هذا. طيب هذا التحليل، التحليل بكل بساطة مثلث هيك، فقديش المستقى تركيزه؟ نص في أربعة في ستة، وين تركيزه؟ على ثلث من القائمة، يعني هاي ستة فبتعطيني هاي اثنين، بتعطيني هاي أربعة، هيك ركزته، تمام. شو كمان هسه؟ هسه لما يكون عندي هيك وهاي هيك وهاي زاوية 45، فتحليلها يكون عندي هيك، هاي تكون نوعي نص 4 في 6 24 نص 12، فهي بتكون 12 ساين 45 وهي 12 كوساين 45، دائما على اكس باخذ ساين وعلى الواي كوساين اذا ما اعطيك الزاويه اللي على الارض. فلما احكي سيجما اوف واي تساوي 0، قيمه الرياكشن اللي هون بي واي ناقص ناقص 12 كوساين 45 زائد سي واي تساوي زيرو، بطلع قيمة سي واي. هيك أنا أو سيجما اف اكس بنفس الطريقة، هيك بطلع كل الرياكشنات. هسا طلعت الأربع رياكشن، بدي أرسم مومنت ديجرام، بدي أرسم مومنت ديجرام، باخذ الـ AB في عليه رياكشن 11، في رياكشن 13، عليه 15، وعليه 10،
شبه ما عاد برسم مومنت ديجرام، شير ديجرام، الشير. يلا مع بعض، طلع 13 امشي، انزل 15 امشي، انزل 10 امشي، زيرو. تمام تمام طلع معي زيرو. ايوه احكي 11 13، تروح من 15 تك تقريبا 2، تروح من او 1.6، تروح منها 10 11.6، 11.6 بتصفرني هيك. المومنت خلينا نرسم المومنت جنبها، والله لا بدي ارسم، هاي ارسم المومنت هون، بوزيتيف نيجاتيف نيجاتيف. هسه هاي قيمة 13.3، 13.3 في 2 26، بعدين مساحة سالبة بتنقصني، مساحة سالبة بتنقصني. هون صفر، ليش صفر؟ لأنه انترنال هيج. تمام خليها على جنب، روح على المائل شو بعمل هسه. بحكي انه في عندي هيك، في عندي هيك، خلينا نرفع شوي لفوق زي ما هو مائل بميله، في عليه رياكشن. هسه هون الفكرة، في عليه رياكشن مثلا في اكس، هسه القيم اللي بدي احطها مش صحيحة، بدي افهمك الفكرة بس. تمام قيم هاي مش صحيحة، وحله بالكتاب مش زي ما انا حال هون، ترى حاله بطريقة غريبة. عندي زي هيك، اختاروا 4 6. هسا شو بعمل عندي؟ لو فرضت هاي القيمة 10، قيمة السهم هذا قيمته 5، هذا قيمته 3، هذا قيمته 4. تمام فرضت لك اياهم زي هيك، طبعا هاي الزاوية 45 خليها. كيف بدي ارسم الشير والمومنت؟ بكل بساطة عادي بنتخطي هيك، هذا شير وهذا مومنت. طيب هسه انا لما بدي ارسم الشير لازم لما اطلع اطلع على هذا الاتجاه او انزل على هذا الاتجاه. تمام هسه هي عندي 5 وعندي هاي 10، واحدة على الواي وواحدة على الاكس، بس انا بدي اياها باتجاه الشير، فايش لازم اعمل؟ لازم احللهم على هذا المحور. تمام شو بعمل؟ خذهم على جنب، خذهم الاربعة على جنب، خذ هذا الاحمر خط الشير، تمام هي خط الشير، وخذ العمودي عليه، هي هذا خط الشير وهذا خط النورمال مثلا. شو بتعمل بعدين؟ خذ القوة، هاي القوة 5 وهاي القوة 10. شو بتعمل؟ خذهم كأنهم محاور هيك، هيك أنا رسمت محاور للقوة، هاي القوة 5، هاي القوة 5، وهاي القوة 10. شو بعمل؟ بدي أطلع الزوايا، طلع الزاوية أمورك تمام. كيف تطلع الزوايا؟ كل بساطة، فهي الزاوية 45، فهي الزاوية 60، هي 45 برضو. تمام تمام فبالتالي عرفت أنا الزاوية بين العشرة الخط البيم هي 45، يعني الزاوية هاي 45. فإذا هاي 45 مباشرة اللي جنبها متممة، اللي جنبها متممة، اللي جنبها متممة. يعني كانت هاي الزاوية 30، تمام فرضنا 30، شو بعمل؟ إذا هاي 30 فهي 60، فشو بصير عندي؟ بصير عندي هاي الزاوية 60، هاي الزاوية 30، هاي الزاوية 60، يعني كل واحدة بتختلف عن الثانية. طلعتهم هاي كل الزوايا، شو بعمل هسه؟ بدي احلل العشرة والخمسة على محور الشير، يعني على الخط هذا. شو بعمل؟ شيل الخط الاحمر هسه زي هيك، بدي اياهم على الخط الاحمر. فشو بعمل؟ بحكي العشرة هاي هي بالاخضر، هاي العشرة في الزاوية هاي كوساينها، يعني عشرة كوساين الثلاثين، تتحلل عندي هاي من هون لهون، هاي 10 كوساين 30. وعندي الخمسة
خمسة بتعطيني الزاوية 60، فشو بعمل؟ بتعطيني الزاوية 90 هيا بالأحمر هيك، هيا هاي السهم هيك. طب تحلل معي هيك، فكم هاي؟ 5 كوساين 60. فالقيمة اللي على الخط الأحمر هي عبارة عن 10 كوساين 30 ناقص 5 كوساين 60. القيمة هاي اللي بتطلع مثلا طلعت معي نص فرضا، بحكي إنه هاي نص موجب فبطلع نص. بعدين عندي لود مثلث مساحته 12، تركيزه نص في 4 في 6 12. شو بعمل؟ بدي أوصل، أحكي نص ناقص 12 مثلا 11 ونص بالسالب. شو بعمل هسه؟ بدي أوصل بين النص والإحتياج. كيف؟ اللود نيجاتيف، اللود اللي تحت نيجاتيف. شو يعني نيجاتيف؟ يعني السلوب بده يكون نيجاتيف، يعني هيك تمام. السلوب متزايد فهو متزايد، يعني بصير هيك وبكون هيك، بصير هيك هيك متزايد يعني. بعدين ايش عندي؟ عندي هاي هسه هي تكون 11 ونص، بس انا حطيت القيم من عندي فما راح تكون 11 ونص. بس بنفس الطريقه بعمل تحليل. كيف بعمل تحليل؟ خذ هاي الرسمه على جنب، يعني هذا الخط الاخضر، هذا الخط الاخضر خط الشير، وهذا الخط الاحمر الثاني العمودي عليه. بعدين في عندي الفورس 4 هيك هيك، وعندي هاي الفورس 3، هاي 4 وهاي 3. شو بعمل عندي هسه؟ الزاويه بين الاربعه والخطاط اللي هي هاي 30. هسه هي 45 بالسؤال، بس انا بشرح لك لحالك. فاذا هاي 30 هاي 60، فهاي 30 نفس الطريقه. خلاص كملهم ولا اقول لك لا، هاي 60. فشو بعمل هسه؟ هاي الثلاث انا بدي احللها على اي محور؟ بدي احللها على هذا، فبشطب الثاني. شو بعمل؟ هاي الثلاث بتكون 3 كوساين 30 ناقص 4 كوساين 60 على هذا ايش؟ على النورمال. فالناتج بيطلع عندي مثلا قيمة، المفروض انه يطلع 11 ونص، 11 ونص لوين؟ لفوق. طلع لنا زي هيك فرضا، وما بيطلع نص و11 ونص، لكن فرضنا عندك. فبتصير بتصفر الشير بالنسبة للمومنت، مومنت بوزيتيف فوق نيجاتيف تحت. مساحات، كيف يعني مساحات؟ مساحة الكيرفات 2 على 3 بي في اتش، فبظل ناقصني المسافة هاي. بجيبها، كيف بجيبها؟ بقطع باخذ الجزء اليمين وبحل، نفس ما تعلمنا بالبيم العادي في الفيديو الماضي. فهذا بخصوص الدرس المائل، بخصوص الرياكشن هون وهون بدي اضطر احلل. كيف بحلل؟ بحلل على هذا الاساس، هو هيك عامل هون بالكتاب. ايوه يطلع شيء اسمه بي واي فتحه وسي واي فتحه، اللي هم عباره عن هاي بي واي فتحه اللي حاصل جمعهم وهي سي واي فتحه. كيف طلعهم؟ زي كانه ميال الشكل، ما بيهمنيش. ايوه طلعها على اساس هيك، اربعه وهاي ثمانيه، ورسم الشير المومنت عليها. بس هو لازم تتميل، لازم تتميل. يعني لو كان عندي هذا هون بدها تكون 10، بس طلعت 14 ونص. ليش؟ ما بحلش على اساسها، انا بحل وبحل بحل بس، يعني ما بعمل زي هذا المثال انه بس بقلب وهاي، لا لازم احلل زي ما حللت. يعطيكم العافيه.